شكرا لكم يا من حضرتم لإحياء شهدائنا الأبرار في ذكرى استشهادهم. وهذا اليوم يوم 14 من فبراير الذي سقط فيه الشهيد علي المشيمع مفجر ثورة 14 من فبراير ومجددها الشهيد حسين الجزيري، لهو يوم كبير بالنسبة لشعب البحرين، فحري بنا ألا نترك هذا اليوم من غير إحياء، فإحياء هذا اليوم بإحياء ذكرى شهدائنا الأبرار. وفي هذه الفعالية يوجد لدينا عدة فقرات، منها كلمة لسماحة المجاهد العلامة الشيخ علي بن أحمد الجد حفصي، وكلمة لوالد الشهيد ياسين العصفور، وكلمة الحقوقي حسين رضي، وهناك نواعي، وإن سمح لنا المجال بالمداخلات لمن يحب أن يتداخل فليتفضل. أما الآن فمع أولى فقرات هذه الفعالية، وهي كلمة سماحة المجاهد العلامة الشيخ علي بن أحمد الجد حفصي حفظه الله، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد النبي الأمين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين. السلام عليكم أيها الأحبة، السلام عليكم يا أولياء الدم آباء الشهداء، السلام عليكم يا من وفقكم الله لحضور هاتين الروضتين التي هما روضتان من رياض الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. حقا كما ذكر القرآن لنا عن أصحاب الكهف وما قدموا حياتهم لأجل أن ينزووا عن كل ما داهمهم وظلمهم، حتى لو عثروا عليهم لقتلوهم، وفدوا على ربهم وكان لهم ذاك المقام السامي، حتى بني لهم مسجد سمي بمسجد أصحاب الكهف. لكنهم لم يبلغوا ما بلغت درجة شهدائنا الأبرار، وهذين الشهيدين العزيزين الجزيري والمشيمع الذي وفقنا الله جميعا لأجل أن نحضر هاتين الروضتين التي فيها يستجاب الدعاء، التي يذكرنا بأن دماءهم الزاكية التي أريقت في سبيل العزة والشرفة والكرامة والحرية، في سبيل الوطن، في سبيل الدين، في سبيل هذا الشعب المظلوم، لهو يكون غالبا على السيف. دماؤهم انتصرت على السيف وانتصرت على كل قوة جبارة ووجه بها ووجه بها غيرهم. أحبتي، ها هو مقام نجتمع فيه وكلنا فخر واعتزاز وشرف وشموخ، لأجل أن نبقى بين هاتين الروضتين وبقية روضات الشهداء الذين على الله مقامهم وجعل الشهادة لباسهم وشعارهم. دماءهم لم تذهب هدرا ولم تجف، وإنما هي سارية المفعول
لأجل بقاء الثورات وبقاء التحرر، وأن يصلوا كل من نهجهم إلى سبيل العزة والشرف والكرامة والحرية والإباء. ها نحن مشتاقون إليكم يا شهداءنا، أنتم لستم محتاجون لنا، لأنكم قدمتم على ربكم من قبوركم إلى قصوركم تعانقون الحور العين، ولكننا نحن المحتاجين إليكم. اشفعوا لنا عند ربكم، واسألوا الله أن يرزقنا ما رزقكم من هذا المقام الرفيع والشهادة الكبيرة التي لا يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. السلام عليك يا شهيدنا الغالي يا حسين الجزيري، السلام عليك يا شهيدنا الغالي يا علي المشيمع، السلام على جميع من اجتمعنا في هذه الروضة الأبية. نحن معكم وسنير على نهجكم، ونسأل الله أن يوفقنا وأن يرزقنا ما رزقكم، إنه سميع الدعاء قريب المجيب. هنيئا لكم، السلام عليكم يوم ولدتم ويوم استشهدتم ويوم تخرجون حيا. اشفعوا لنا عند ربكم، اشفعوا لنا عند ربكم، فإننا مشتاقون إليكم ومشتاقون بأن ننهج خطكم، هذا الخط النير، هذه الشعلة التي لا يمكن لو اجتمعت الدنيا لأن تطفئها لا تستطيع. هنيئا لكم، لقد وفقتم للركب في سفينة النجاة أبي سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين. السلام عليكم وعلى كل من حضر، وهنيئا لكم وهنيئا لنا بهذا التوفيق العظيم، والحمد لله رب العالمين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ورحم الله من يقرأ الفاتحة.